بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Multiple Background Images. يمكن نكون في السيريز اللي جاية هنتكلم عن مفاهيم إحنا يعني مش جديدة علينا، لكن هنتناولها بطريقة ممكن تكون جديدة ما تعودناش ناخدها بيها قبل كده. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة اسمها Multiple Background Images. انا بالنسبه لي الخاصيه اللي ما بتقدرش تستغنى عنها باي حال من الاحوال الباك جراوند يا جماعه لاسباب كتيره جدا، تمام؟ ومفيش ديزاينر يقدر يستغنى عن الابيليتيز والامكانيات اللي بتديها له الباك جراوند. طيب اوكي، انا مش بنقصر في الحديث عن الخاصيه نفسها، بس انا هتكلم عن نقطه واحده بس، ازاي احط اكتر من صوره، ازاي ادرج اكتر من صوره في كخلفيه يا جماعه، تمام؟ الكلام على ديفيجن، يعني الكلام مش انا مش بتكلم عن وصمه ادراج صوره يا جماعه، انا بتكلم عن بروبرتي باك جراوند عشان الناس تكون في الصوره، تمام؟ انا عندي في ملف ال HTML بتاعي الاستراكشر ديفيجن واحد بس، الديفيجن ده يا جماعه هو اللي انا هنستايله بالباك جراوند بروبرتي. طبعا احنا اتكلمنا عن باك جراوند واتكلمنا عن في اكتر من نقطه، عن باك جراوند كلر، باك جراوند ايمج، باك جراوند ريبيت، باك جراوند اتاتشمنت، باك جراوند بوزيشن. الكلام ده كان في بدايه كورس السي اس اس، يعني يا ريت الناس تحاول تراجع الكلام ده لو كانت الامور مش مظبوطه شويه، لكن انا هتكلم النهارده عن ازاي ادرج اكتر من صوره. طيب اوكي، خلونا ندرج صوره كخلفيه للديفيجن ده يا جماعه، تمام؟ انا عندي في الخلفيه ورا تكستشر، تمام؟ ماشي اوكي، كل اللي انا عايز اعمله URL. URL يعني لما بيشوف URL هيسال نفسه دور لي على على ريسورس، انا بحاول ادي لك ريسورس، تمام؟ انت بتحاول تدور على مصدر اوريدي موجود عندي، تمام؟ ديت الصوره بتاعي، وانا هروح اخد مسافه وهقول له يا جماعه نو داش ريبيت. الناس طبعا تعرف نو ريبيت ده بيعمل ايه، واروح اقول له في البوزيشن ماشي، انا مش هكتب بوزيشن بقى، ماشي نو ريبيت بس. اوكي خلوني افنش القصه بفصله مضبوطه واعمل ريلود ادي الخلفيه بتاعتي. طبعا انا لو شلت النو ريبيت هلاقي ان الخلفيه تتكرر معايا، بس ايه ديت الصوره بنفس ابعادها، فعلشان الديفيجن مش واخد علشان الديفيجن واخد هاي ويتس، فالصوره اتفردت على نفس الابعاد ديت يا جماعه بس ما اتكررتش. طبعا الصوره يا جماعه اعلى من كده، انا ما اظن الاسبكتس بتاعت الصوره اعلى من كده، تمام؟ فده الجزء اللي ظهر علشان الهاي والويتس بتاع الصوره بتاعي. اوكي يمكن يكون الامر ده مش جديد او عادي متعودين عليه، تمام؟ الامر الثاني ان انا ممكن يا جماعه احط اكتر من صوره في وسم الباك جراوند، انت فاهمني؟ طيب بمنتهى البساطه كل اللي انت محتاجه ان انت برضه تدرج يو ار ال مره ثانيه، فاهمني؟ يعني ادي يو ار ال وافتح القوسين بتوعي وافصل ما بين الاثنين بالكوما ديت يا جماعه، وابقى احط له الصوره اللي انا عايز ندرج. اوكي طيب خلوني اختار مثلا، انا كنت مجهز صوره ثانيه وكانت اسمها سمايل دوت والمره دي جيف ديت بقى، برضه هتاخد نو ريبيت. والمره دي انا هديها بوزيشن يا جماعه توب رايت عشان احاول اظهر لها وظيفه معينه. انا مشغل الرابنج عشان الناس بس تاخد بالها من القصه، لو انا طفيته المساله هتمشي بالشكل ده، تمام؟ يعني ايه يا جماعه بمنتهى البساطه الصوره اللي بتتحط في اول اليو ار ال، اليو ار ال يا جماعه هي اللي راح تظهر في الاماميه، الصوره اللي بتتحط في السيشن الثاني هي اللي راح تظهر في الخلفيه. طب خلونا نعمل ريفريش كده، الاول اعمل كنترول اس على ملف الاندكس واروح اعمل ريلود. ادي الصوره بتاعي، تمام كده انا عندي يا جماعه الديفيجن الواحد شايل اثنين صور، الصوره اللي في الخلفيه بدليل اهو، الصوره اللي في الخلفيه الصوره الثانيه، الناس فاهماني؟ طب اوكي يعني انت عايز تقول ايه؟ انا مثلا اخذت الصوره ديت يا جماعه بكت وحطيتها قبل الصوره ديت يا جماعه، وحطيت الفاصله بتاعي ما بين الاثنين وعملت كنترول اس كده، انا ليا في الخلفيه كده ايه في مشكله طبعا عشان ادي الكولن السيمي كولن، الاسامي بتاعتي كده مظبوطه وماشي. اوكي خلونا نعمل ريلود للصفحه. طبعا الصوره اللي ظاهره الاماميه اللي هي التكستشر يا جماعه، طب علشان الصوره اللي في الخلفيه هي السمايل الصغيره، ولان الصوره اللي في الاماميه مغطيها كلها فانت مش راح تشوفها،
فاهمني؟ عشان كده انا بحاول اقول للناس يا جماعه ده اللي بنحاول نقوله، مش الصوره اللي في الاخر، اللي في الاول بيظهر في الاول، اللي في الاخر بيظهر في الاخر، تمام؟ ادي كنترول اس، وعلشان الصوره الاولانيه ديت هي السمايل، فعشان كده ظهرت السمايل الصفراء دي، اوكي؟ تمام. إيه عدد كما تشاء من عدد الصور اللي انت عايز تدرجها از كم زي ما انت عايز، اوكي؟ خلونا بس نكرر مثلا نفس الصوره ديت يا جماعه، ادي بكنترول سي، وهروح انا حاطط الكوما بتاعي وبكنترول في، والمره دي انا مش هخليها توب رايت، هخليها توب ليفت عشان الناس تاخد بالها، هي نفس الصوره يا جماعه بتاعت السمايل دي، تمام؟ انا بس بحاول اغير في البوزيشن يا جماعه، هي نفس الصوره يا يمين، نفس الصوره بجد شمال، انا ممكن اوديها في اي مكان زي ما انا عايز، ده انا كنت عايز نقول الناس انت ممكن تحط اكبر عدد من الصور زي ما انت عايز. طيب بصوا يا جماعه، انا مش بصدد الحديث عن ان الموضوع ده يا تمام يعني مميزاته ايه او سلبياته ايه، بياخد من ال HTTP request كتير او مش كتير، كل السيناريو ان انا بس بحاول اعالج الغريقه بشكل ما اتكلمناش عليه قبل كده. انت ممكن تدرج اكتر من صوره كخلفيه لديفيجن واحد بس، والكلام على صوره بتتحط خلفيه لديفيجن، مش بتكلم على وسم ادراج الصوره، والكلام كان في بدايه الكورس عن ايه الفرق ما بين اني انا مستخدم صوره كخلفيه للديفيجن او انا مستخدم صوره بوسم ايمج. طبعا المعنى كان واضح بالذات في القصه بتاعت الفليكسبل يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.